مرحبا. الأرض مغلفة بقشرة فيها تشققات، وجوات الأرض في صخور دايبة وسخنة كتير بدها مطرح تتنفس منه. لما توصل هالمواد السخنة على التشققات بتطلع برات قشرة الأرض وبينفجر البركان، وعلى مر السنين تتجمع هالمواد وبتشكل جبل. لهيك البراكين شكلها مثل الجبال، بس الفرق انه إلها فتحة كبيرة على رأسها. بالعودة لطقسنا، أجواء ربيعية صافية عم بتسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويك أند صافي وأجواء مستقرة ومناسبة لكل مشاريعكم اللي حابين تقوموا فيها. الحرارة معتدلة، رطوبة عالية على الساحل، رؤية جيدة، رياح متوسطة السرعة، البحر معتدل ارتفاع الموج، وحرارة مياهه 25 درجة. اليوم طقسنا بلبنان قليل غيوم مع ضباب على الهضاب، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة اللي عم بتسجل ببيروت بين 19 و28، فوق الجبال بين 14 و22، بالأرز بين 10 و19، وبالبقاع بين 14 و28، بالجنوب بين 15 و26. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة 15 بعكار، طرابلس 23، جبال 23، برمانة 23. ننتقل إلى صيدا 23، صور 23، بنت جبال 20، نبطية 19، راشية 19، زحلة 20، بعلبك 21، والهرميل 24. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و80%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ لليلة رح توصل درجات الحرارة ل 17، أقصاها 28، الأحد بين 18 و29، والتنين بين 19 و30. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مشوارنا من عمان 21، الكويت 39، الدوحة 36، ننتقل من بعدها إلى الرباط 22، الجزائر 26، وتونس 27، وأخيراً درجات الحرارة بباريس 17، برلين 20، وروما 25. وهيدا كان كل شيء. باي.